أهلا بكم في مبنى شابر يونيوم، وغالبا ما يشار إليه محور الحرم الجامعي. وهذا المبنى يوفر الخدمات الآتية: مختبر الحاسوب، مركز استعلامات، متجر وايت كات، ومكانا للأندية والجمعيات وخدمات الطعام، وبالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية. مكتب المعلومات هو المكان في الحرم الجامعي للطلاب لالتقاط بطاقاتهم الجامعية والكاد وتذاكر للمناسبات وللأغراض المفقودة. وهنا أيضا يمكن للطلاب أن يحصلوا على بطاقات UTA 8 Pass، وهذه البطاقة تتيح للطلاب استخدام وسائل النقل UTA مجانا. بجوار مكتب المعلومات يوجد متجر والكاد، وهذا المكان يحتوي على الكتب المدرسية وتكنولوجيا وملابس ويبر، وهو محطة لجميع احتياجات الطلاب من الأغراض المدرسية. في الطابق الأعلى توجد كل الأطرزة من الملابس لإظهار روح والكات، في حين يتضمن الطابق السفلي الكتب التي يمكن للطلاب الشراء أو الاستئجار جنبا إلى جنب مع التكنولوجيا مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتابلتس للشراء. على الجانب الآخر من متجر والكات يوجد منطقة كبيرة لتناول الطعام، حيث يمكن للطلاب تناول الغذاء. خدمات الطعام الجامعية توفر مجموعة متنوعة من الخيارات الغذائية والخيارات كبرامج غذائية لإبقاء الطلاب سعيدين وصحيين في حين حضورهم للمدرسة. مركز التنوع والوحدة الموجود في الطابق الثاني، ويساعد على تعزيز الفرص التعليمية والثقافية في الحرم الجامعي. لديهم مناسبات مختلفة وورشة عمل في كل عام لزيادة الوعي بالتنوع والشمولية والكفاءة الثقافية كجزء من التعليم العالي الجودة. الطابق الثالث هو موطن لكثير من المكاتب التي تساعد الطلاب على الانخراط في الحرم الجامعي. مركز Community Engage Learning هو مكان عظيم للطلاب للعثور على معلومات من أجل العمل التطوعي وإقامة شراكات مع منظمات المجتمع المحلي. إلى الشمال من سيسيل يوجد مكتب المشاركة والقيادة، هنا يمكن للطلاب إيجاد طريقة مختلفة ليكونوا جزءا من مجتمع ويبر من خلال الحكومة الطلابية أو الانضمام إلى النوادي والمنظمات. موارد أخرى تقع في الطابق الثالث والتي تشمل مركز الطلاب غير التقليديين ومركز المرأة، وتوفر هذه المكاتب خدمات إعلانية وإرشادية ورعاية الأطفال وأكثر من ذلك، وانتخابات الطلبة ودعوات على مكبرات الصوت وأحداث في وقت متأخر من الليل، ليست سوى أمثلة قليلة من كثير من الأنشطة التي يمكن للطلاب المشاركة فيها. بغض النظر عن اليوم، مبنى اليونيون هو مكان رائع للطلاب للاشتراك والتواصل مع الآخرين والمتعة.